بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته من إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبابي طلاب الصف الثالث علمي ثانوية شعاع المعرفة، تحية طيبة. وبعد، نبدأ الحين شرح الفصل الخامس من فصول علم البيئة بعنوان السلوك الحيواني. الفصل الخامس عنوانه السلوك الحيواني أو سلوك الحيوان، ويتضمن درسين: الدرس الأول السلوكات الأساسية، الدرس الثاني السلوكات البيئية. الأهداف: يرجى بعد الانتهاء من الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يفرق بين السلوك المتعلم والسلوك الغريزي. ثانيا، أن يتعرف الأنواع المختلفة لسلوك الحيوان ويقدم أمثلة على كل نوع. الفكرة الرئيسية: سلوك الحيوان غريزي وراثي، كما أنه مكتسب ينتج عن البيئة المحيطة به. سلوك الحيوان غريزي وراثي ومكتسب ينتج عن البيئة المحيطة به. تعريف السلوك: السلوك هو طريقة يستجيب بها الحيوان لمثير ما، والمثير هو تغير بيئي يؤثر مباشرة في نشاط المخلوق الحي. المثير الداخلي أي من داخل جسم الإنسان، مثاله الشعور بالجوع، الشعور بالحاجة إلى النوم، هذا هو المثير. كما في حالة السحلية عندما تتغير درجة حرارة جسمها وتلجأ إلى أن تبسط جسمها مقابلا لأشعة الشمس لرفع درجة حرارة جسمها. أما المثير الخارجي فهو من خارج جسم الإنسان أو المخلوق الحي، مثل رائحة الطعام أو رؤية حيوان مفترس أو أن يناديك أحد ما أو سماعك لصوت الأذان. فسماعك لصوت الأذان هو مثير، والسلوك إما أن تستجيب وإما أن لا تذهب إلى الصلاة. نسأل الله الهداية لنا جميعا. ما الذي يؤثر في السلوك؟ تعتمد بعض السلوكات على الوراثة، تنتج عن خليط من الوراثة والمثيرات البيئية، كتعلم الحسون وهو نوع من الطيور، تغريد أفراد نوعه حيث تنتج عن الجينات والخبرة. ينتج عن تداخل سلوكات تعتمد على الوراثة مع سلوكات تعتمد على الخبرة. يطرح العلماء سؤالين عامين عند دراسة سلوك الحيوان. أولا، يركز على ما يحفز حيوانا على التفاعل مع مثيرات محددة. مثال: ما الذي يحفز ذكر الحسون الوحشي الأسود الصدر على التغريد خلال موسم التزاوج؟ تغرد استجابة لمثير داخلي وهو زيادة هرمون التستوستيرون. ثانيا، يركز على إيجابيات سلوكيات معينة للحيوان. مثلا: ما فائدة التغريد لذكر الطائر خلال موسم التزاوج؟ قد يساعد التغريد الطائر الذكر على إبقاء ذكور طيور أخرى بعيدا عن منطقته أو جذب شريك التزاوج. الحيوانات التي لها صفات وراثية تنتج الصفات التنافسية التي تميزها من الحيوانات الأخرى التي لا تتصف بمثل هذه الصفات، ويكون احتمال تكاثرها ونقل جيناتها إلى أجيالها القادمة أكبر. السلوك الغريزي أي السلوك الفطري هي السلوكات التي تعتمد على الوراثة وغير مرتبطة مع التجارب السابقة، ويملكها عدد كبير من أفراد الجماعة حتى وإن كانت البيئات مختلفة. مثال ذلك: بعض أنواع الطيور التي فقست حديثا تصدر أصوات زقزقة غريزية وتفتح أفواها إلى أعلى
عندما يحط أحد الأبوين على العش، كما يقوم الأب بإطعام هذه الصغار، وهذه استجابة غريزية، أو كما يقوم الأب بإطعام الصغار، أيضا هذه استجابة غريزية. ثانيا، مجموعة معينة ضمن الثدييات يبدأ أفرادها بالمشي في العمر نفسه اعتمادا على نوعها، لذلك يعد المشي سلوكا غريزيا، فالإنسان في جميع أقطار الأرض يمشي طفله عند سن معين، ولتكن عند سن 2 مثلا. سلوك نمط الأداء الثابت أيضا يعد سلوكا غريزيا، عندما يقوم الحيوان بمجموعة أعمال محددة متتابعة استجابة لمثير ما. مثال ذلك، تظهر الأوزة سلوكا غريزيا تستجيب للمثير، وهو عند خروج بيضها من العش، فتقوم بمجموعة من الأعمال بالترتيب، والتي تنتهي بوضع البيضة على العش. حتى وإن أزيلت البيضة من طريقها، فإنها تكرر هذه الحركات المترتبة، متوهمة أن البيضة ما زالت في طريقها. نمط الأداء الثابت يحفز المثير استجابة غريزية لا تتأثر مباشرة بالظروف البيئية أو بالخبرات السابقة. أما السلوكات المكتسبة فهي تنتج عن التفاعل بين السلوكيات الغريزية والخبرات السابقة ضمن بيئة محددة، ويشمل سلوك التعود والتعلم الشرطي، وسلوك يسمى بالسلوك المطبوع والسلوك الإدراكي. التعود هو تناقص في استجابة الحيوان لمثير ليست له تأثيرات إيجابية أو سلبية بعد تعرضه لهذا المثير بشكل متكرر. مثال ذلك، عدم استجابة صغار الطيور للأجسام المتحركة بعد أن كانت تستجيب لها خوفا منها. ثانيا، مثال أيضا، تعود الأحصنة على الشوارع وضجيج الزحام. أما النمط الكلاسيكي الشرطي يحدث عند الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات، ومثاله كما كان في تجربة بافلوف، حيث تعلم الكلب ربط صوت الجرس مع وجود اللحم المطحون الذي ليس له أي صلة، لذلك يستجيب لسماعه صوت الجرس بإفراز اللعاب لأنه يتوقع وصول الطعام بعدهم. أما التعلم الإجرائي الشرطي فيه يتعلم الحيوان ربط استجابته لمثير ما مع النتيجة الإيجابية أو السلبية. مثال ذلك، يشمل أشكال التعلم اليومي للبشر والفقاريات الأخرى، أو تجربة الجرذ، أو طائر الزرياب الأزرق والفراشات الملكية كما هو موضح عندك في الكتاب المدرسي. أما السلوك المطبوع فهو ذلك السلوك الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق الحي ويستمر بعد ذلك، وفيه تكون فترة تسمى الفترة الحساسة، وهي الفترة التي يحتاج إليها الحيوان لإتمام السلوك المطبوع. السؤال يقول، متى تحدث الفترة الحساسة من حياة المخلوق الحي؟ الإجابة، قد تحدث مباشرة بعد الولادة. مثال ذلك، أن يكون الصغير رابطة قوية مع حيوان آخر مثل أحد الأبوي، أو طيور مالك الحزين تكون رابطة اجتماعية قوية مع أول جسم تراه بعد الفقس. والأشهر من ذلك أن سمك السلمون يتعرف على المياه التي يفقس فيها ليعود لها بعد الهجرة ويضع البيض فيها. أما السلوك الإدراكي وهو من أهم أنواع السلوكات، يعد فيه كل من التفكير والاستنتاج ومعالجة المعلومات لاستيعاب المفاهيم المعقدة وحل المشكلات، تعد سلوكات إدراكية. سؤال، ما هي السلوكيات الإدراكية للبشر؟ الإجابة، عندما يحلون المشكلات ويتخذون القرارات ويخططون المستقبل، فإنهم بذلك يربطون بين الأحداث ويحللون النتائج. هل الحيوان سلوك إدراكي؟ تدعم بعض الأدلة التجريبية فكرة أن حيوانات أخرى مثل الشمبانزي والغربان لها سلوك إدراكي، فالغراب مثلا يبدو أنه يستعمل مهارات حل المشكلات للوصول
إلى الماء في مكان ما، أو الشمبانزي يستعمل حجرا لكسر ثمار الجوز، حيث يدل ذلك على أنه استطاع أن يربط بين العلاقات. كان هو الجزء الأول من الفصل الخامس، وكان بعنوان السلوكات الأساسية. آمل أن تكون قد حققتم الفائدة، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر في درس جديد.